صبايا يسعد اوقاتكم. بدنا نعمل قالب كيك في طريقة جديدة اليوم. نضيف له البرتقال والتفاح بنفس الوقت. هون عندي 3 اكواب طحين، حطيت عليهم 3 ملعقة بيكنج بودر، شايفين؟ وبنحركهم. هون عندي 3 تفاحات، هون عندي سكر 100 غرام، زبدة، عندي 2 ملعقة خل، برتقال، 2 ملعقة كبار لبنة. هو لازم يكون لبن، بس ما عندي لبن، فأنا بستعمل اللبنة الحامضة، لأن عليها شوي مالحة كويسة. هون كاسة إلا ربع زيت، وهون كاسة إلا ربع حليب. تركنا الطحين، نسيت أحكي لكم، حطيت 1/4 ملعقة صغيرة محسن، يا بيكنج بايكربونات الصوديوم او اي نوع ثاني بضبط كمان معاكم. صبايا بدي احط انا 1 ملعقة كمان 1 ملعقة. هون عندي سمنة، بدي ادير التفاح مباشرة عليه. اوكي، وبدي اقلب اقلب اقلب، بضل اقلب فيه لحتى ياخذ لون. شايفين صبايا بنقلب فيه، برص 1 ملعقة صغيرة منطرة قرفة، وبظل نقلب فيه لما ياخذ لون ويستوي. هاي الطريقة، أول إشي عملنا الطحين، ثاني إشي جهزناه، بعدين التفاح بلشنا في الجزء الثاني، يعني التفاح بنحركه كله. هيا صبايا كيف تغير اللون. عندي هون 1 ملعقة كبيرة دبس هروب، شايفين؟ بدي احركه معاه مشان ياخذ النكهة تبعت الهروب، بدل ما اضيف سكر، لانه عندي زيادة سكر يعني انا. شايفين صبايا الكرمل عندي، اشي صار غير شكل. هون بطفي الغاز هيك خلص، بتركه يبرد على ما بال اسوي الكيك. الخلاط بدير فيه الزيت، شايفين؟ كاسين لربع زيت. بدير فيه الحليب، بدير فيه الزبدة، شايفين؟ ايوه. هون بدير البرتقال، برتقالي كامل مقطعة في قشرها، لاحظوا في قشرها. عندي هون 2 ملعقة خل، عندي هون اللبنة، هلا بنديرها في 1 ملعقة صغيرة بننزلها، شايفين؟ يلا بندير السكر كله فوق بعضه، طبعا هون 1.25 كاسة سكر، وبنسكر الخلاط وبنخلط. وبنرجع تقدير الخليط هسه هون، وبنحرك بنحرك، شايفين؟ بضل يحرك بضل يحرك. هي صارت العجينة هيك، هلا بدي انزل التفاح شوي شوي، تقليب تقليب تقليب، بدنا مش عجينة، شوي شوي تقليب تقليب، ايوه هيك، يلا حركي. شايفين صبايا؟ شايفين كيف الخليط صار صبايا؟ الان بدي احطه على القالب، شوي شوي بدنا ننزل، شايفين؟ هاتي 1 ملعقة إلى الخشب، شايفين كيف بده حذر لأنها جامدة شوية العجينة، بننزل شوي شوي من فوق، شايفين؟ أيوه هيك، شايفين كيف؟ نزلنا شوي شوي، ندق القالب مشان يتساوى في القالب، شايفين؟ بدي اخذه على الفرن
بنحطه ل 45 دقيقة، لأنه العجينة ثقيلة شوية مش خفيفة. هاي الكيكة خلصت، وهلا بدي أقلبها بعد ما تبرد ونشوف النتيجة والطعم. صبايا الكيكة خلصت، وهي الشكل الأخير إلها. تفرجوا، يعني هلا بدنا نقطعها ونشوف الداخل كيف.